مقتضيات تناول الكلمة في إطار مقتضيات المادة 104 من النظام الداخلي. وأول متدخل هو الأستاذ محمد الإملاحي، نائب محمد الإملاحي عن فريق الاشتراكي إلى السيد وزير التعليم وزير التعليم العالي محترم. تفضلوا السيد النائب محترم. شكرا سيد رئيس محترم، السيدين الوزيرين، السيدات والسادة النواب المحترمين. فعلا سيد الوزير، الجامعة هي فضاء للعلم والمعرفة والابتكار، ويرجع الفضل إلى هذه المؤسسة لتكوين عدد من الأطر الوطنية في جميع التخصصات. ونعتز اليوم بهذه الشريحة التي تسير دوالب الدولة، وقيمة هذه الأطر التي تشتغل اليوم سيد وزير. إلا أن كاين هناك تحريف في المسار اللي كيجعلنا على أننا كناخذوا واحد المجموعة ديال الاستفهامات سيد الوزير المحترم. هناك السرقة الأدبية بخصوص مواضع الماستير والدكتورة. البحث العلمي محدود، الميزانية ديالو المرصودة ضعيفة وضعيفة جدا. وهذا الشيء هذا ما يمكنش السيد الوزير باش يمكن نطوروا الآلية التعليم ديالنا في الجامعة المغربية، لأن الجامعة المغربية نعتبرها على أنها واحد المدرسة علمية اللي خاصة واحد المجموعة الإمكانيات باش يمكن تكون في هاد الأمور هذه. ثم من أبرز الخروقات السيد الوزير اللي كاينة في الجامعة، هناك توظيف، هناك الزبونية، هناك المحسوبية، هناك في إجراء واحد المجموعة ديال عدم القبول بسلك الماستر والدكتوراه، والمشكل ديال النقاط السيد الوزير. كاين استغلال الجامعة للمسائل الشخصية، كاين مشكل ديال الدبلوم ديال الماستر. ثم هناك حالة أخرى السيد الوزير، لا يتم احترام تخصصات فيما يخص أساتذة خريجي دار الحديث الحسنية يشتغلون مناصب أساتذة في القانون الجنائي، وهو ما يضعف جودة التكوين لدى الطلبة. هذه واحد المجموعة السيد الوزير ديال الإشكاليات اللي هي في الحقيقة يعني في الحقيقة احنا نعترف على أنه وقع واحد العمل اللي هو عمل مشكور عليه، ولكن كاين إشكالية، والإشكالية اللي هي خطيرة جدا هو المواكبة ديال هذا العمل اللي هو عمل ديالنا كاملين، وانتم السيد الوزير هما المسؤولين الاول على هذا العمل. ثم كاين هناك اكتظاظ. شكرا سيد النائب المحترم. شكرا سيد النائب المحترم. سمحت لنا السادة النواب. تفضل السيد الوزير المحترم. شكرا سيد الرئيس، شكرا سيد النائب. الجامعات في العالم كلها اشكاليات التعليم، سير لكل دوله غتلقى اشكاليات التعليم. الان القانون المنظم للتعليم العالي اكل عليه الدهر وشرب، وغادي يجيكم قريبا ان شاء الله القانون الجديد. عندك استقلاليه الجامعه، الوزاره عندها دور اداري وقانوني، لا يمكن ان تتدخل. انا معاك بعض الحالات تضيف فيه اشكاليات، ولكن السلطة الوزير هنا ما عنده حتى سلطة، خاص المؤسسات الجامعية هي اللي كتدخل. وحنا اقترحنا باش يولي مشكل التوظيف وطني كما هو في العالم، ومن بعد الأول كيختار الثاني الثالث الرابع. هذه الإصلاحات الجاية خاصها تكون في القانون، وإلا القانون ما كيعطيناش السلطة. أما فيما يتعلق بالبحث العلمي، راه مشكل الموارد، الله يهديكم. وراه الموارد عندنا صندوق ديال دعم البحث العلمي، المشكل كيف تصرف الموارد الماليه. صرفنا 200 مليون، من بعد مع لو سي بي 90 مليون، الان 200 مليون. اش هو المشكل؟ تدير لي زابيل بروجي، خاصك دير لجنه باش تختار المخيرين، تجيب الناس من برا ومن الداخل، خاصك تراقب ذاك المخرجات للبحث العلمي، لان ماشي غير تعطي كانت تعطي الفلوس وتمشي، خاصك تراقب المخرجات العلمي. انا قلت البارح 700 مليون محطوطه عندي، واش غير نصرفها هكاك؟ لا، ماشي مشكل الموارد، مشكل ديال المؤسسات. السيناريست ما كانش مؤهل، يلا تنأهلوه باش يولي اون اجونس دو مويان. ما عندناش اون اجونس دو مويان اللي تبعناش، ما كانش، يلا تنخلقوها لاجونس ديفاليواسيون. لا عملنا، مع الاسف داكشي اللي لقيناه كنحسنوه الان، الا كنزيدوا القدام مزيان، الا كانت اخرى قولوا لنا. شكرا سيد الوزير.
شكرا.